أهلا بكم. يتميز نجوم الدراما السورية بجاذبية ووسامة لا مثيل لهما، وهذا كان سببا رئيسيا لنجاحهم في أجمل المسلسلات والأدوار الدرامية التي قاموا ببطولتها. وفي هذا الفيديو سنتعرف على نجوم سوريا الأكثر وسامة وأزواجهم وأعمارهم. وهل أجرى باسم ياخور عملية تجميل؟ الفنان تيم حسن. رغم أنه أتم 43 عاما من عمره، إلا أن وسامة النجم السوري تيم حسن تزداد مع الأيام، فهو ما يزال يتربع على عرش الوسامة بين زملائه النجوم. وما يزال تيم حسن فارس أحلام للكثير من الفتيات اللواتي أغرمن بجماله وأناقته اللافتة وشخصيته المميزة. فموهبة الفنان السوري تيم حسن جعلته من النجوم الأوائل في سوريا والوطن العربي، حتى أنه يلقب بدنجوان العرب. والفنان تيم حسن متزوج من الإعلامية وفاء الكيلاني بعد انفصاله عن الفنانة السورية ديما بياعة. الفنان السوري باسل خياط. شخصية الممثل السوري باسل خياط النابضة برجولة، إضافة إلى وسامته وأناقته، جعلته أيضا فتى أحلام الآلاف من الفتيات على امتداد الوطن العربي. حتى أنه تزوج من إحدى معجباته وتدعى ناهد زيدان، وأثمر زواجهما عن ابن اسمه شمس. ويتميز الفنان السوري باسل الخياط البالغ من العمر 42 عاما بشياكته وأناقته الدائمة، وهذا يظهر من خلال اختياراته لملابسه بشكل دقيق، حيث يركز الفنان السوري باسل الخياط في التفاصيل الخاصة به. قالت عنه زوجته ناهد في إحدى الحوارات الصحفية أن من صفات باسل الخياط أنه مهتم بنفسه بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ثقته بلا حدود بنفسه، الأمر الذي جذب العديد من الفتيات نحوه. واستقبل عدة رسائل من جانب المعجبات أبرزها وصفه بأنه ثقيل. الفنان السوري قيس الشيخ نجيب. الممثل السوري قيس الشيخ نجيب يعد من أبرز وأكثر نجوم الشباب جاذبية بسمرته وملامحه الشرقية، ويملك شعبية واسعة بين الجمهور العربي الذي عرفه في الكثير من الأدوار والمسلسلات التي لاقت نجاحا كبيرا، بينها مسلسل الإخوة وبنت الشهبندر. والفنان السوري قيس الشيخ نجيب عمره 42 عاما، وهو متزوج من الكاتبة لبنى مشلح التي كانت زميلته في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولديهما ولد يدعى جود. وفي وصفها لزوجها قالت لبنى مشلح بأنه مزاجي، فهو من برج الجوزاء ولديه أكثر من شخصية. وتابعت لبنى عصبي أحيانا ولا تلازمه العصبية فترة طويلة، بل تزول بعد وقت قصير. هو الزوج المثالي والأب الرائع ورفيق الروح قبل أن يكون زوجا على حد قولها. الفنان السوري مكسيم خليل. الممثل السوري مكسيم خليل يتقاسم الوسامة والقامة الممشوقة والملامح الشقراء مع زميله تيم حسن.
وقد أغرمت به الفتيات خصوصا في الأدوار الرومانسية التي أجادها ببراعة في المسلسلات التي شارك فيها. والفنان السوري مكسيم خليل عمره 40 عام، وهو مكسيم خليل متزوج منذ سنوات من الممثلة السورية سوسن إرشيد، ولديه منها طفلين هما جاد ولوكس. كما أن الفنان السوري مكسيم خليل لديه ابن آخر بعمر 19 عاما، ويدعى هاني من زواجه الأول. الفنان السوري قصي خولي. الفنان قصي خولي يتمتع بكاريزما خاصة به إضافة إلى خفة دمه، وهو فنان محبوب جدا من قبل الفتيات. والفنان السوري قصي خولي عمره 43 عاما، ومؤخرا أثار إعلان النجم السوري قصي خولي عن قدوم مولوده الأول عميد خولي جونيور ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. وخصوصا أن الفنان السوري قصي خولي لم يعلن بشكل رسمي أنه متزوج حتى ينتظر جمهوره منه أن يعلن عن إنجاب طفل، حيث نشر الفنان السوري قصي خولي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليده تشابك يد طفله الصغير، وعلق عليها قائلا: من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. والفنان السوري قصي خولي هو من النجوم ذات الشعبية الواسعة على مدى الوطن العربي لأدواره المميزة، وخاصة في البيئة الشامية، حيث نجح الممثل السوري قصي خولي في تجسيد أهم الأدوار بالرجولة والشهامة. الفنان السوري باسم ياخور. الفنان السوري باسم ياخور، وبالنظر إلى ما يتميز به من مواهب فذة في تقمص مختلف الأدوار التي تسند إليه باحترافية كبيرة، علاوة على الكاريزما والحضور القويين، فهو يتميز أيضا بقامته الممشوقة وملامحه الجذابة وأناقته اللافتة. عمره 48 عاما، وهو متزوج من الكاتبة السورية رنا الحريري. وبعدما طالته شائعات عديدة، كشف الممثل السوري باسم ياخور عن حقيقة خضوعه لعملية التجميل. نفى الممثل السوري باسم ياخور أن يكون قد خضع لأي عملية تجميل في وجهه، لافتا إلى وجود عظمة بارزة في أنفه، ومشددا على أنه لا يفكر بالخضوع لجراحة تجميلية. الفنان السوري محمد الأحمد. كما أن النجم السوري محمد الأحمد البالغ من العمر 40 عاما، والذي اشتهر مؤخرا بأدواره البطولية بسبب جاذبية ملامحه العربية، حيث يعتبر الفنان السوري محمد الأحمد أحد أوسم نجوم الشباب ومن أكثرهم شعبية في الدراما السورية حاليا، وهو من الناشطين بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. والفنان السوري محمد الأحمد لم يرتبط، ويؤكد أنه لن يتزوج سوى المرأة التي يحبها بغض النظر عن عيوبها أو مميزاتها.